معنا كما قلنا مقدم كان الضرب بيضا ما غنبعدوش ضرب بيضا جميلة بالناس ديالها هذه إن شاء الله رفقة الكتيبة الجميلة خيول من سيدي قاسم اللي تحط بنا الرحال في ضيافة المقدم سي الانفا اللي كيجي بعد 13 سنه غياب ديال على الساحه ديال مهرجان سيدي عبد الرحمن موسم سيدي عبد الرحمن واللي تحول الان الى مهرجان الانفا تبارك الله البارود سي الانفا لان هذه الرغبه اللي كانت ديال سيد العامل وسيد رئيس مقاطعه وجميع السلطات والجهات ديال الانفا اللي طلبوا منا كمنظمين ديال المهرجان الاصيل في المهرجان الساحل اننا ننظموا تظاهره هنا في الدار البيضاء انفا كنظن ان النجاح الجماهيري ديال اليوم الاول كيبر هنا لان كان واحد الانتظار كبير بالنسبه للساكنه ديال الدار البيضاء انفا ديال جميع الاحياء المجاوره وديال العمالات المجاوره بانها تكتشف البارود وتعاود تجي البارود وتعاود تعيش لحظه البارود هذه التظاهره تم التمويل ديالها من طرف بعض المحسنين لي ميسان سكون ابل لي ميسان دي سبونسور هذه التظاهره لم تدخل في اي برنامج ديال الدعم لا ديال الجماعه ولا ديال العماله ولا ديال الجهه وهذه التظاهره هذه كتحظى بالمسانده المسانده الشامله ديال السلطات هي اللي خلاتنا اننا نزعموا نديروا تظاهره هنا في اونفا واننا ننظموا في هذا الفضاء تظاهره بهذا الحجم كنظن هنايا عشرات الالاف من المتفرجين عشرات الالاف اللي جاوا بدون اي اشهار الا واحد الاشهار قليل وكنظن ان اليوم نقدروا ننقوا بعضياتنا على نجاح التظاهره وان الجمهور فرحان والبرديه فرحانين واهل الخير فرحانين لان الدار بدا اونفا كتعرف التظاهره اللي غابت عليها هذه 13 سنه